لي مش عطيكم كل البيانات المتوفرة ماشي يترجم توجهات الحركة بالطاقم الجديد هذا 105 شباب في المكاتب المحلية كانت بارزة جدا. أشياء تتعلق باللجنة التي سيفرزها هذا القانون وبحجم الشفافية أيضا اللي موجود فيه، كل هذه النقاط وغيرها من النقاط التي نحن بصدد إعدادها وكذلك كتل أخرى ستقدم عندما يقع تناول هذا القانون بالتفصيل في لجنة التشريع العام. رئاسة الجمهورية عبرت عن استعدادها الكامل للتفاعل الإيجابي مع المقترحات التي ستقدمها مختلف الكتل، وهذا شيء هام. مخالفات تتعلق بالجانب المالي ليست داخلة في هذا القانون، فالذي أخذ رشوة موش داخل فيها، لا يشمله هذا القانون. الذي استولى على المال العام لا يشمله هذا القانون. هذا القانون يشمل جزء من الإداريين الذين قاموا بمخالفات إدارية استفاد منها آخرون وقاموا بها في الظروف التي تعلمونها في المرحلة السابقة. بالنسبة لنا كحركة نهضة، زيادة على موقفنا من هذا القانون اللي وضحته والذي عبر عنه أيضا بيان مجلس الشورى بالأول أمس، احنا المصالحة الشاملة في البلاد نعتبرها هدف، والوصول إليها هو مسارات وإجراءات، ومسار العدالة الانتقالية هو مسار، مسار المصالحة المالية هو مسار، مسار معالجة التجاوزات والانتهاكات اللي مست عدد كبير من الناس في حقوق الإنسان وفي سجون ومنافي إلى آخره هو مسار. نحن في حركة النهضة مع مسار المصالحة الشاملة اللي هو يبنى عبر مسارات متعددة، هذه القوانين أو هذه المشاريع إحداها، المصالحة الشاملة اللي تخلص بلدنا من الحمولة الكبيرة لمظالم وتجاذبات وصراعات الماضي.